مساء الخير عليكم، مساء الانوار احبابنا الزينين متتبعي صفحه سليمه بن معتوق وصفحه بوتيك امن رطالة. قولوا لي دفلاصي العين الدفله، عين الدفله جات عندي. مرحبا بكم عنا ومرحبا بالمنتوج الجزائري لبنات اللي باغيه تشوف المنتوج الجزائري بالامتياز. غادي تشوف اليوم مجموعه من تشكيلات بوتيك امين روطانا. نذكروا بلي هذا البوتيك متواجد بولايه عين الدفله وبالذات في العطاف، وين حدا الاو بي ان اف. فوالا هذه او بي ان اف، غادي نعاودها باش نحفظها تخيل ديال او بي ان اف متواجده بالعطاف. نذكروا كذلك بلي بوتيك امين يقدم لكم خدمه التوصيل في 58 ولايه ويبيع لكم جمله وديطاي. اللايف هذا بالذات راه بروموسيون، لايف دو برومو، معناتها غادي اللي شافت لايف سليمه بن معتوق تتواصل مع صاحب المحل تقول فوالا راني جايه من اللايف باش يكون كاين تخفيضات. ريم انا نهضر وانا ندير ريم وانا نهضر او ميم طون باش يكفي لنا ماكس دو بارتاج لي في كونيكسيون هنا. ماكس دو بارتاج لي في بارتاج لنا اللايف، شاركوا لنا اللايف يكون اسرع. حتى نشوفوا اول موديل لي نهار اليوم. هذا الموديل فيه 3 بياس فوالا، فيه بوب وفيه البنطلون وفيه هاد الجيلي هادي حتى لتحت. بون كيما تعرفوني انايا ماشي محبة بزاف للحزازم، مي هاد الموديل يجي بالحزامة، يعني تزيدو ديرو له هاد الحزام تاعه يجي فيه 4 بياس. انا ماشي من محبي الحزامة، مي كل موديل وعنده الحزام تاعه. شوفوا البنات هذا الموديل شحال شباب، فيه لي كولور وفيه لي طال من الى 38. هذا الموديل في يلبس من 38 حتى ال 48، ودوك نشوفوا لي كولور اللي متوفرين في هذا الموديل. الو البنات بارطاجوا لنا لايك، شاركوا لنا لايك في كل الصفحات، راه كاين مسابقات البارطاج. دوك نوريكم لي كولور تاع هذا الموديل، واليوم نوريكم هدايا تاع بوتيك امين روطانا. بون عندنا هاد لا كولور في النوار، عندنا هاد لا كولور في الكروفات، عندنا في البلوغوا، وعندنا في هاد الفيغ اوليف. الفيغ اوليف البنات راه طوندونس هذا العام، شوفوا الفيغ اوليف تاعه. هذا الموديل فيه 4 بياس، فيه هاد الجيلي تاعه، فيه البنطالون وفيه الكول وفيه الحزام كيما وريتها لكم. الاسعار قاعهم اون برومو. بون سمحونا ما غاديش نقدروا نقولوا الاسعار على المباشر، مي من بعد تواصلوا مع صاحب المحل، ديروا كابتشر الموديل اللي يعجبكم وبعثوا له هو يقول لكم سعر الموديل. الوغ البنات ماكس بارطاج لي في نقول لكم البنات هدية البارطاج، نقول لكم هدية البارطاج. شوفوا لنا هاد الكندورة شحال شابة البنات، فوالا تخي بال بدائية. هدية البارطاج يعني أكثر وحدة تبارطاجي لايف في أكبر عدد ممكن من الجروبات غادي تحصل على هاد الهدية. ألوغ محل أمين روطانا يقدم لكم خدمة التوصيل في 58 ولاية ويبيع لكم جملة وديطاي. ونذكروا بلي اللي جا من لايف تاعي غادي يكون ليه خصم. الوغ لي فيه ماكس دو بارطاج، كثروا لنا البارطاج البنات فضلا وليس امرا، كثروا لنا لي كور لي جادور وبارطاجوا لنا لايف. ونشوفوا نوصل لكم الموديل التالي.
دائما مع بوتيك امن روضة. انا شوفوا البنات هذا الموديل فوالا يجي مفتوح في الجوانب دري دري بون موديل. نذكروا بلي هاد الموديلات جزائرية الصرف. شوفوا شحال شباب البنات، شوفوا الخدمة تاعه، لي مونش تاعه يجو بلوغونزا تيسو قاطفة الوايال ويجي بالبرودغي. بزاف شباب البنات فيه لي طاي من موديل اخر من موديلات بوتيك امين روطانا. فوالا شوفوا البنات هذا الموديل شحال شباب. هذا اللي يجي سامبل كاع ويجي التعمر تاعه في لي مونش. فوالا نذكروا بلي هذا الموديل يعني منتوج جزائري، يعني خياطه جزائريه. شوفوا البندوره هذه شحال شابه البنات، موديل بزاف شباب. يلبس من 38 حتى ل 48، يعني من ام حتى دوبل اكس ام. نذكروا بلي المحل متواجد بولايه عين الدفله وبدات في العطار في الاو بي ان اف. فوالا هذه هي، مرحبا بكم. الوغ الجماله كاين البيع بالجمله بالتجزئه ثاني، راه اون برومو، يعني اللي راهم جايين من لايف سليمه بالمعتوق يتواصلوا مع صاحب المحل. ومرحبا بكم البنات، خاصه اللي راهم يجهزوا يدو بليزيور موديل، يدو كاين في بليزيور موديل في بليزيور موتيف. نوريلكم الديتاي نهار القرب باش تشوفوا الخدمه شحال شابه، يعني شوفوا ديساني فيه شحال شباب. موديل بزاف شباب، شوفوا لي كولور، في دي تري بيل كولور، لي كولور كاع لي فيه واو. شوفوا الخدمه والديتاي لي فيه، هذا كاع خدمه باليد فوالا. نعاودو نذكرو المحل وين متواجد بولاية عين الدفلة وبالذات في العطاف في
OPLF باش غادي نحفظها لوبي OPLF. شوفوا الخدمه تاع اليد هذه هي خدمه باليد شيرات. يلا البنات ما تزو بارطاج لي في ناس عين الدفله. شوفوا هاد لاكولور شحال شابه. شوفوا لي هذا الفير شحال شابه. لي كولور كاع لي فيهم روعه. ميم القطيفه بروميي شوا البنات. الكاليتي تاع القطيفه شابه بزاف. وشوفوا لي كولور لي فيها شحال شابين. الوغ البنات نعاودو نذكرو بلي هذا منتوج جزائري، يعني خياطه جزائريه. لي طاي فيهم من ام حتى لدوبل اكس ال. يجي سامبل في الظهر ويجي معمر في لي مونش. شوفوا ثاني هاد لاكولور ثاني راها طوندونس. وهادو البنات كاع راهم برومو، معناتها اللي يجي من الله يسلم بالمعتو غادي يكون عنده يعني سعر يكون منخفض. نوريكم هدية البارطاج البنات، غادي لكم هدية البارطاج. أكثر واحدة تبارطاجي لها في أكبر عدد ممكن من الجروبات من هنا الصفحات تحصل على هاد الهدية. هاد القدورة شابة، شوفوا هاد الموديل شحال شباب، من بوتيك أمين روطانا. ألي لي في ماكس البارطاج، كثروا لنا لي كور لي جادور البنات، وراكم شجعوا لنا المنتوج الجزائري، وراكم طاقونا صحاباتكم. فيما يخص الأسعار، باتوا كابتور تاع أي موديل لصاحب المحل هو يقول لكم سعر كل موديل. شوفوا موديل آخر نجم. الوغ البنات كثروا لنا لي كور لي جادور، وكثروا لنا البارطاج دائما مع بوتيك امين روطانا، وبالذات في عين الدفله. وين في عين الدفله؟ في منطقه العطاف لومبي فوالا. الوغ البنات ماكس البارطاج راه كاينه ثاني هديه البارطاج. نزيدو نكملو مع الموديلات دائما. وشوفوا هذا الموديل، موديلات جزائرية بامتياز، خياطة جزائرية. شوفوا جمال هذا الموديل البنات، كلاس بزاف وروعة. من الخدمة تاعها بزاف مسحوفة. عجبتني هاد لابوغيسا. دير فيديو ماذا بيك دير، ماذا بيك دير الفيديو تحتاجهم. الوغ عجبتني هاد الخدمة بغودغي سامبل. شوفوا البغودغي تاعها بيان فيني، فينيسيون تاعها روعة. ميم ديسان، يهدر شيرات ديسان اللي راها باغي توخر للعيد، واللي راها باغي تعيد بالقطيفة كيما المناطق الداخلية يكون عاد البرد في العيد. ان شاء الله بحول الله كنا حيين تعيد بالقطيفة. الوغ تعيد بحاجة كلاس وبحاجة شابة بزاف، وزيادة عن ذلك السعر يعني جد مناسب. واللي تفرج اللايف واللي جا من اللايف غادي يكون عنده خصم.
الوغ الموديلات هادو كاملين البنات راه فيهم الجملة البيع بالجملة والتجزئة. الوغ نعاودو نذكرو باك المحل واش من المحل رانا فيه بوتيك بوتيك روطانة أمين روطانة اللي متواجد بعين دفلة وبالذات بمنطقة العطار. كملو يعني حتى لو بي ان اف فوالا. اللي فيه يلا وراكم اللي تشجعوا المنتوج الجزائري. قلتوا لي سليمه فوتينا الموديلات الجزائريه فوتينا الكرادر راني فوت لكم كرادر تاع الدار. بون بالنسبه لي راهم يتفرجوا فينا من مناطق مختلفه. جوست بغينا نقول لكم بلي هذه النوعيه تاع البندوره ولا الفدعيه احنا لبسوها في الدار يعني كيما نقولوا القهوه من بعد اللي تكملي شغاليت وقعدت لبسيها وتريحي تسقاوي يعني ميم الجزائر معروفه راها جزائر قاره فيها بزاف لي توني تراديسيونيل وين كل حاجه تتلبس كيما نقولوا بالطبع كل حاجه تتلبس في وقتها كل حاجه تتلبس في المناسبه تاعها. كيما هذا الجور تاع البدائيه يتلبسوا في العيد يتلبسوا كي تخرجي من الحمام يتلبسوا كي تنقي دار الله الله وتشربي قهيوه تريحي القهيوه تاعك بموديل شباب الله الله عرضه خفيفه تجي وحده عندك ولا تروحي انت معروضه تلبسي موديل من هاد الموديلات. وين المحل؟ المحل متواجد بولايه عين الدفله وبالذات في منطقه العطاف لو بي ال اف لو بي ال اف تري بيان يعني ميشيل مازال بارطاجي فيه كثرنا البارطاج البنات. كاين تفصيل خدمه التوصيل في 58 ولايه معناتها مام مام المحل متواجد ب ولايه عين الدفله التوصيل كاين ما تخافوش في التوصيل. نشوفوا موديل اخر ونجرب فوالا ان اوتر موديل. شوفي كي تلبس كي نلبس المنتوج الجزائري كي الضحكه تاعي تشرق. اللي قالوا لي قالوا لي ماركيش ديري لنا المنتوجات الجزائريه ها ولا منتوج جزائري بامتياز بمحل امين روط. انا شوفوا البنات جمال هذا القطعه شوفوا انا جمال هذا القندوره كما قلت لكم هذا القندوره تلبسوها في عرضات تلبسوها في كي تشربي قهيوه الله الله كي يجي عندك شي حد ضيف. شوفوا البنات هذه القطعه شحال شابه ما معجبني الديطاي تاعها شوفوا الخدمه تاعها كيفاش شابه البرودري تاعها بيان فيني فوالا فيها اخر حاجه في الظهر ما فيهاش ايه صح كي يجي ضيف انشي دابا نوريها لهم في الخير سمير خليني نقعد ندور لهم في اللايف. فوالا البنات هذا الموديل متوفر لي طاي من ام حتى دوبل اكس ال معناتها من 38 حتى 48 فوالا. نذكروا بلي بوتيك امين روطانا يقدم لكم خدمه التوصيل في 58 ولايه ويبيع لكم جمله وديطاي. نعاود ندير نوريكم هديه البارطاج من بوتيك امين روطانا. شوفوا البنات هذا الموديل شوفوا شحال شباب البنات اللي غيبغي توخر الموديل بدائيه تاع العيد توخرها من دروك. شروط المسابقه تدخلوا ديروا متابعه لصفحه صاحب المحل تبارطاجوا اللايف تاعه راه لونسي في الباج تاعه راني درت لكم الرابط فقط بغيت نوضح لكم هذا الامر. غادي كي تدخلوا الباج تاع امين روطانا صرا مشكل وين الاسم راه متغير يعني كي تشوفوا الاسم تاع ما غاديش تلقوا اسم امين روطانا غادي تلقوا اسم بالانجلي جو بونس مي هذيك هي لاباج تدخلوا غادي تشوفوا لي موديل هما جوست صرا بروبليم في الباج
من بعد غادي يلي قلنا حاجه راه بحول الله. غادي نوري لكم الديتاي اللي فيها في الظهر، شوفوا فوالا شابه بزاف. ملي كولا تاع القطيفه اللي فيها هذا، شوفوا البنات هذا هنا كولا كاع لي كولور اللي فيها هذا الموديل شاب. لي طاي فيها من 38 حتى 48، يعني من ام حتى دوبل اكس ال. وكاين لي موديل اللي لبسوا 3 اكس ال، ما تكونش عندها ما تكونش معمره بزاف تكون 3 اكس ال، يجيها الموديل يجيها روعه. فوتو حبيت البنات. شوفوا هذا الموديل شحال شباب، جي ترو 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 ايمي هاد لا بياس. موديل بزاف شباب، والحاجه اللي راهي عجبتني في لا كوليكسيون تاع بوتيك امين روتانا سيكو كامل موديلات مسطوره وهبال، موديل مسطور وشباب بزاف. شوفوا ميم لا كولور تاع التليجه كيفاش راها ماريا مع لا روب، جي ترو ايمي هاد الموديل الصراحه. هذا ستيل بربر، شوفوا هذا ستيل بربر، هذا ستيل تاعنا حنا تاع القبايل. قولوا لنا البنات كي جاكم الموديل، عطونا رايكم الله يخليكم. واش ضرب دخلت كومونتيت مازال ما يطلع لي. ايوا سبورت اكونت سيكوريتي ايبانغلي. شوفوا البنات هذا الباجا، شوفوا واش قدام نورمالمون راه ايبانغلي دروك. شوفوا البنات راني ايبانغليت لكم لا باج، جوست لو نون تاعها في بروبليم، راه مسمينها سبورت اكاو سيكوريتي. مازال مع مع الوقت راني سقناها، مي المحل اسمه امين روطانا، يعني الناس اللي يتفرجوا فينا من ولايه عين الضفله راهم يعرفوا المحل. و اون برينسيپ لي فوالا اون برينسيپ لي يعرفوا محل امين روطانا. فقط للناس اللي تبعني من ولايه مختلفه، جوست راني نوضح لكم موديل كلاس. انا هذا الموديل غادي نعاود بيه اللايف، ما فز بارطاج لي في لي كور لي جادور. فيسبوك راني تعمدت باش نقطع اللايف اون دو باش يبان هذا الموديل، باسكو الصراحه داري عقلي جي ترو ايمي هاد الرسمه تاع لي بربر بويسك انا جو سوي كابيل لا غالب الاصل يونادي. شوفوا البنات هذا الموديل ب
بزاف شباب، الرسمه روعه. هذا الموديل متوفر لي طاي من 38 حتى 48، معناتها من ام حتى دوبل اكس ال. فيما يخص 3 اكس ال، يعني كاين اللي يجيهم اللي تكون عندها تكون ما تكونش سمينه من الفوق، تنجم تلبسها في الموديل يعني لبسوها هي واللي تعرف لا طاي تاعها كي تكملنا جوج شويه عراض وافيين، ومنا من فوق اللي تكون ناقصه من فوق يعني تكون 3 اكس ال يجيها الموديل. اهم شيء في الموديلات اللي راكم تشوفوا فيها سيكو محجبه تقدر تلبسهم، راكم تشوفوا في الموديل مستور وكلاس وروعه بزاف. عجبني الديتاي اللي في لي مونش مخدومه بالتليجه، والرشمه البغبغ هذه دات لي عقلي الصراحه من بوتيك امين رطانه اللي تحيي على هذه الكوليكسيون، كوليكسيون تحفه روعه من ولايه عين الدفله، وبدات في العطاء في لو بي ان اف فوالا هاني عم نسولها فوالا اللي فيه ميرسي بارطاج، قولنا لك لي جادور وبارطاجونا لايف، شاركونا لايف في كل الصفحات. غادي نوريكم الوان هذا الموديل فيه لي كولور روعه صراحة، يعني الفصالة الخدمة الفينيسيون يعني كلشي 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 متحوف. وشوفوا لي هذا، شوفوا لي هذا اللون، تهضر هذا اللون مانيفيك شيرات. وهذا العام كي راكم عارفين العيد غادي يجي شوية في البرود، تما خاصة المناطق الداخلية، المناطق الداخلية غادي يكون شوية برد، معناتها هاد لي موديل ديجا راهم موديلات ربيعية الخريف اللي عندها في المشكى تدفئة تقدر تلبسها. لي مونش راكم شايفين بالثليجة ديجا باردة، والقطيف هادي مغاديش تأثر سيغتو كي غادي نعيدو حنايا في مومون تاع مومون تاع برود. قطرونا البنات بارطاج الله يحفظكم فضلا وليس أمرا. راها كاينه هديه البارطاج فوالا، راها كاينه قندوره اللي تتمد كادو شيرات. شوفوا شوفوا خدمتها، شوفوا لي فينيسيون، فينيسيون تاعها روعه. ماما تاع عائشه شكرا حبيبتي، عندها فينيسيون متحوفه وخدمه متقونه. شوفوا بيان فيني، شوفوا ما كان اوكان ديفو، وموديلات تقدروا تلبسوها بالحجاب يعني موديلات مستوره، ما غاديش تخمو في الـ في الـ كيما نقولوا لك انا عريان ولا ما غاديش تخمو، خاصه اللي يخرجوا بالحجاب. نزيد نوريكم موديل اخر البنات ونرجع لكم. موديل حجوبي بالامتياز للمتحجبات اللي تخمم في مجال الكل من تحت. هذا الموديل بزاف يساعدها، فيه رشمه في الظهر كما راكم تشوفوا، فصالتها عريضه تناسب يعني المتحجبات. شوفوا البنات راه عندي دروك حياز للمتحجبات او في اوف باونتيز، بالنسبه لي دروك راني دايره لو فوا تما لازم نبريزونتي المتحجبات ولا شكل. فوالا البنات شوفوا هذا الموديل يجي فيه فتحه في الجنب، ويجي فيه برودري سام، فيه برودري في الظهر. ونذكروا بلي هذه الموديلات جزائريه 100% تاع الاخ امين في محل امين رطانه متواجد بولايه عين الدفله، وبدات في العطاء في لو بي ان اف. شوفوا لي كولور تاع هذا الموديل، ثاني شوفوا القطيفه داك الشابه وكاليتي شابه، لي كولور متحوفه بزاف، لي كولور روعه. واللي راه جاي من لايف تاعي غادي يكون كاين خصم بالنسبه للجماله، ولا كذلك اللي البيع بالتجزئه يعني اللي يشوف الديتاي ولا اللي يشوف الجمله، اللي يشوفوا اللايف هذا غادي يكون كاين خصم في الموديلات. ما نسوش مسابقه البارطاج، راه داير لكم بدعيه بزاف شابه البنات، راه داير لكم بدعيه بزاف شابه. هذه هي البارطاج، وفي المسابقه انكم تدخلوا لصفحه صاحب المحل
ديروا لها ابوني وتدخلوا تبارطاجوا لها لايك تاعها، تدخلوا تبارطاجوا لها فيديو، اي حاجه يحطها لكم بارطاجوا لها، شاركوا لها في كل صفحات. صدي فيديو سهل. شو البنات على قلت لكم بلي تقدروا تعيدوا بهاد الموديلات بيس جايين 3/4 خدمتهم 3/4 دائما مع بوتيك امين روتار المتواجد بولايه عين الطفله وبدات في العطاف في لو بي ان اف. فوالا شوفوا هذا الموديل بزاف مسحوف وبزاف شباب. الاسعار جد معقوله. تتواصلوا معها عبر الخاص باش يقول لكم على الاسعار. بالنسبه لي طافيه من 38 حتى 48 يعني لبس من ام حتى دوبل اكس ال. بالنسبه للبيع بالجمله كاين، بالتجزئه كاين، وبالنسبه لي تفرجوا كذلك اللايف راح يكون لهم خصم. واو شوفوا لي هذه النوره كي دايره، روعه روعه روعه. شوفوا طوب انا هذا عندي يعني حب لهذا الرسمه البربر هذه. فوالا روعه روعه. قولي رايكم شيرات، قولوا لي طاقونا صحاباتكم شيرات، بارطاجونا لايك ودعمونا المنتوج الجزائري البنات. فوتو حبيت اللون. شوفوا البنات لاكولا بهادي شحال شابه، فيغ اوليف. هادي تجينا وحده بغينات وتجينا وحده بلوندا. شوفوا البنات لاكولا شحال شابه، جي ترو ترو ايمي لاكولا. ميم الخدمه بزاف مسحوفه، قندوره جزائريه بالامتياز، موديل جزائري رائع. وهذا الموديل بالنسبه للناس اللي يتفرجوا فينا من بلدان اخرى، هذا الموديل لبسوه حنا في قعده في قهوه في عرضه خفيفه في حمام، كي نخرجوا من الحمام هو قرش اميراتنا لبسوا بدائيات شابين في الاعياد ثاني والمناسبات الخفيفه. هذا الموديل كيما نقولوا يلبس 3 سيزون، يلبس الخريف والمشتري عندها تدفئه، ويلبس الربيع على بها. ننصح البنات يشرو هذا الموديل للمشتري بالنسبه للولايات اللي يسكنوا في الداخل، يكون عندهم شويه برك في العيد. فوالا شوفوا البنات الخدمه شحال شابه، الموديل بزاف متحوف رائع. ومام اللي راهم يجهزوا ثاني يوخروا من دروك يبروفيتوا من التخفيضات، يعني مادام درنا هذا اللايف راح يكون كاين تخفيضات. اللي جاب اللايف تاع سليمه بالمحتوق يبروفيتي من تخفيضات المحلات. الوغ نعاودوا فوتو. الوغ البنات نذكر بلي راه كاينه مسابقه البارطاج، بارطاجونا اللايف على اوسع النطاق وشاركونا في كل الصفحات وبالذات صفحه بوتيك امين روطانه، لان الصفحه الاسم تاعها راه متغير
نسيت الاسم تاعها كي سيبورت اكونت سيكيورتي. الاسم راه متبدل جست راه صار لي بروبليم تقني مع الفيسبوك، دوك الفيسبوك يريقليه ويرجعها الين روطانا كيما كانت زمان. محل متواجد بولايه عين الدفله وبدات في منطقه العطاف في لو بي ان اف فوالا. يقدم لكم خدمه التوصيل في 58 ولايه ويبيع لكم بالجمله وبالديتاي. بيفي ماكس دو بارطاج قطرونا لي كوالج هضروا البنات. نزيد نوريكم اخر موديل ونختموا به اللايف. فوالا البنات ختامها مسك مع هذا الموديل. بون يجي مفوق بالبوردو تاعه، انا بيرسونيلمون نفضل انه نلبس البوردو القندوره بلا حزام. صحاب الشط يبغوا الحزام، يبغوا يحزموا، حنا الغرب ما نحزموش بزاف. فوالا شوفوا يجي بالكردون تاعه، انا جو بريفير نلبس القندوره بلا كردون. دائما مع امين الرطانة ودائما مع المنتوج الجزائري. وختامها مسك بهذا الموديل اللي فيه ريطاي من 38 حتى 48، معناتها يلبس من ام حتى دوبل اكس ال. فيه دي تري بال كولور كيما راكم تشوفوا، القاطفه هي اللي تتخالف. ما يميز الكوليكسيون تاع بوتيك امين روطانا سيكو كامل الموديل مستورين، يعني تقدروا تلبسوهم يعني المتحجبه تقدر تلبسه ما وحده تكونش متحجبه تبغى تلبس حاجه مستوره، هذا الموديل راح يساعدوها. فوالا من بوتيك امين روطانا كنا مع البوتيك اللي متواجد بالعطاف في لو بي ال اف واللي يقدم لكم خدمة التوصيل في 58 ولاية واللي يبيع لكم الكرو والديتاي. نختم لكم هذا اللايف ويجد واش نديرو واش نديرو. ابوني 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 قالكم ديروا لي ابوني ابوني ابوني، كثروا على الابوني كثروا على لي كور لي جادور وشاركوا في مسابقة البارطاج. من بوتيك امين روطانا نقول لكم تصبحوا بخير ونلتقي ان شاء الله بحول الله في لايف اخر غدا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شنو نديرو هذا الجوب تاعي؟ صح هذوك.